بيع منزل بوزيات RBFM توحد الوجدان الجماعي وتؤكد روابط الانتماء والتمازج بين مكونات المجتمع. نشر ثقافة حقوق الإنسان ومواكبة التظاهرات والاحتفالات. تلاقح الأجيال وتقوية النسيج الاجتماعي عبر أحياء الفنون الشعبية والتراث. تابعوا برامجنا يوميا وعلى مدار الساعة على موجات راديو منزل بوزيان اف ام على الموجة 103 ميجاهرتز. RBFM الصوت صوتكم. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. ايامكم فل ياسمين، وعلى اذاعتنا ان شاء الله تكونوا راضين. راديو منزل بوزيان، الصوت الحر. اصحى غنك فيروز، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين. تصحى تشرق عالدنيا، مو شمس وحدة شمسين. حبيبي 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 صباح. نقاش وحوار، تحقيق ومتابعات حصرية لكل الأحداث فقط على موجة إذاعة منزل بوزيان FM. رسمتك نجمة تلك
رسالة عاشق تعب رسائله منازله يعمرها بلا سبب. برامجنا في كل المجالات، جديد الأخبار المحلية وانتظارات الشارع، صوت المواطن وأحلامه، مواهب شبابنا وإبداعاته، ثقافة، فن ورياضة، سياسة، تحليل ومؤانسة. استمعوا لبرامجكم على إذاعتكم إذاعة الصوت الحر، إذاعة منزل بوزيان FM، من 10 نصف النهار ومن 3 إلى 5 على 103.5 ميجاهرتز. عناوين صحافة، طقس، معلومة تهمك، بصمات من التاريخ، قصة مثل. تابعونا كل يوم في بانوراما من أعداد وتقديم كوثر وأمل على أحلى موجات، موجات إذاعة منزل بوزينة فام. صباح الورد يا ورد العمر يا نغمة الشراقي، صباحك فن وأحلى. صباح الخير، صباح النور عزيزين المستمعين، إن شاء الله كل أيامكم فرحة، وإن شاء الله كل وين نطلوا عليكم تسمعوا خبير بيه على الصباح. بهذه الكلمات الجميلة نبدأ برنامجنا اليوم من بانوراما إن شاء الله. صباح روحي يا وراقي، صباح الخير. أحلى صباح لأحلى مستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا في منزل بوزيان وعلى صفحة الفيسبوك راديو منزل بوزيان. ديلك صباحا صباح الورد يا ورد العمر. وزيد على كل متتبعينا في شين يوتيوب من وراء الميكروفون كالعادة، وإن شاء الله ما يقطع لنا عادة، كوثر وأمل. يطرى ونبضات صباحك هو بياض الروح. نكملوا مستمعينا نسمعوا النغم الجميل مع بعضنا. صباحك فن يا حلى فن، يطرى ونبضات صباحك هو بياض الروح.
صباح روحي يا وراكي صباحك فن يا حلا فن يا طهرة ونبضات صباحك هو بياض الروح صباح روحي يا وراكي لكم أعزائنا المستمعين بعد النغم الصباحي إن شاء الله ينال أعجابكم وتوك العادة مع زميلتي كوثر بشتمتكم بعناوين الأخبار. دخل الاتحاد المحلي للشغل ببنكردان في إضراب عام مفتوح بداية من يوم 3 أفريل 2014 للهياكل والمؤسسات الراجعة له بالنظر، وذلك على خلفية حرق مقر له ومواجهات بين قوات الأمن والمحتجين على غلق معبر راس جدير الحدودي. كما طالب الاتحاد بالحماية الأمنية للمؤسسات العمومية والمنشآت الخاصة بالجهة. اليوم يعقد لقاء المجتمع المدني وكل مناصري القضية الفلسطينية تحت إشراف المناضل الفلسطيني زيد الشعيبي، وذلك على الساعة 5 مساء بمقر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالعاصمة. أما الآن نمدكم بعناوين الصحف مع أمل. تم إصدار صحيفة الصباح التونسية يوم أمس تحت العناوين التالية: أخطبوط فساد في قطاع الطاقة، تجاوزات عديدة في تجديد رخص بحث عن المحروقات. Be sure to register your copy of Sam. جديد الخطوط التونسية 4 ملايين مسافر ورحلات جديدة نحو ليبيا، ألمانيا، العراق وغانا. فيما يرتفع سقف التوقعات، لقاء أوباما وجمعة، الحل يبدأ من تونس. كما كانت تحمل جريدة الصباح في صفحتها الأولى أيضا هذه العناوين: الفلاحون يطالبون بتدخل عاجل لإنقاذ موسمي وفرة الحليب، 200 ألف لتر ترفضها المركزيات يوميا، مآلها التراب. ضربة أمنية ناجحة، الإحاطة بعصابتين إفريقيتين للتحايل على رجال الأعمال والمستثمرين. كانت هذه عناوين صحيفة الصباح ليوم أمس، والآن نترككم مع أحوال الطقس. سحب عابرة تتكاثف بعد الظهر وتكون مؤقتا رعدية مع أمطار متفرقة بالشمال ومحليا بالوسط وإمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. تتراوح درجات الحرارة بين 10 و24 درجة، سرعة الريح 40 كيلومتر في الساعة واتجاهها يكون غربية. شروق الشمس يكون على الساعة 6:02، أما غروبها فيكون على الساعة 6:44. أعزائنا المستمعين ما تبدلوش الموجة، خليكم معنا، أنا رجعي. Oh,
دعوة لميمة في الصباح وفي كل الأوقات زيادة إن شاء الله ربي رضيهم علينا دنيا وآخرة يا ربي. ما نطولش عليكم برشا, وصلنا الركن بصمات من التاريخ اللي حضرته لنا زميلتي أمل. نشوفوا مع بعضنا شكون شخصية اليوم. اليوم اخترنا لكم عزيزنا المستمعين عالم البصريات ابن الهيثم. هو أبي علي الحسن بن الهيثم, تولد عام 965 في البصرة بمدينة العراق, وفيها نشأ وتعلم وما يتعرفش عليه كيفاش نشأت الأولى, لكنه عاش في فترة كانت مزدهرة برشا وظهر فيها أساطين العلم في الفلسفة والطب والكيمياء والرياضيات والفلك, وجذبته هذه العلوم فقبل عليها بهمة ومعرفش الكلل, وكانت عزيمته كبيرة واتطرق لها وقرأ كل شيء وقع تحت يديه من كتب المتقدمين والمتأخرين, ومكتفاش بالاطلاع عليها وقراءتها لكنه عنا بتلخيص متاعها ووضع مذكرات ورسائل في الموضوعات للعلوم هذيك, وظل مشتغل فيها العلوم والتصنيف فيها فترة طويلة حتى ذاعت شهرته, وسمع به الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله وطاقت نفسه للاستعانة به, وزاد من رغبته ما نمى عنده ما يقول ابن الهيثم: لو كنت بمصر لعملت في نيلها عملا يحصل به النفع في كل حالة من حالاته من زيادة ونقص. وكان ابن الهيثم في الفترة هذه تجاوز 60 واشتهر في العالم الإسلامي باعتباره عالم في الهندسة عنده برشا آراء وبرشا اجتهادات. قلنا نحن من أهم إسهاماته هي الإسهامات في البصريات, ويعترف المؤرخون في الغرب بأهمية ابن الهيثم في تطوير علم البصريات, كما يقول أرنولد في الكتاب متاعه تراث الإسلام أنه العلم البصريات وصل إلى الأوج بظهور ابن الهيثم. أما سارتون قال أنه ابن الهيثم أعظم عالم ظهر عند المسلمين في علم الطبيعة, بل أعظم علماء الطبيعة في القرون الوسطى ومن أعظم علماء البصريات القليلين المشهورين في كل زمان, وأنه كان أيضا فلكي ورياضي وطبيب. أما دائرة المعارف البريطانية فقد وصفته بأنه رائد علم البصريات بعد بطليموس. وابن الهيثم هو أول من قال بأن العدسة المحدبة تشوف الأشياء أكبر مما هي عليها في الواقع, وأول من شرح تركيبة العين ووضح أجزائها بالرسوم وأعطاها أسماء أخذها منه الغربيون وترجموها إلى لغتهم وما زالت مستعملة حتى اليوم, ومن الأمثال هذه كما الشبكية اللي تتسمى في الغرب روتينا, والقرنية الكورنية, وسائل الخارجي فيتيوس.
زيادة على العلم متاعه في البصريات، لكن كانت عنده إسهامات في الرياضيات. كان ابن الهيثم رياضي بارع وطبق الهندسة والمعادلات والأرقام في كل المسائل الفلكية، كما حل معادلات تكعيبية وأعطى قوانين صحيحة للمساحات الكرة والهرم والأسطوانة المائلة والقطاع الدائري والقطعة الدائرية. وزيادة ما ننسوش زيادة إسهاماته في علم الفلك، لكن عنده مجموعة من المؤلفات ابن الهيثم تورثها الكثير من العلماء من بعده، ومن أهمها هي حل الشكوك إقليدس ومقالة الشكوك في بطليموس، وكتاب شرح أصول إقليدس في الهندسة والعدد، وكتاب الجامع في أصول الحسابات، وكتاب في التحليل المسائل الهندسية. ويذكر أنه ابن الهيثم صنف 80 كتاب ورسالة في الفلك شرح فيها سير الكواكب والقمر والأجرام السماوية وأبعادها. كالعادة ديما علمائنا العرب يتجاوزوا المحيط متاعهم، المحيط الإسلامي العربي، والأعمال متاعه هذه كما قلنا في الأول اللي هي وصلت الأوروبا، وسبق نشرها قبل اختراع طباعة من قبل جيراردي كارديمونا، وأشهر المترجمين في إسبانيا، اللي اهتم بإنشاء أضخم مجموعة فلكية سنة 1277 من العلماء العرب. وهذه الكتب استفادت منها إسبانيا والبرتغال في رحلاتهم البحرية وفي المحيط الأطلنطي بفضل الأزياج الفلكية اللي هي الجداول الفلكية والمعلومات الرياضية اللي خلفها العلماء العرب. معناها بكل اختصار عزيزينا المستمعين، اللي نحن رأينا العرب هو أصل الفلسفة وأصل الفكر وأصل العلماء، لكن نحن اليوم للأسف الشديد مانيش باقين نخدموا على نفس الوتيرة وعلى نفس المنوال. الغرب باقين يهزوا الأفكار هذه وباقين يطوروا فيها، لكن نحن مازلنا في نفس البلاصة للأسف. السؤال ديما اللي يطرح نفسه برسك مكف الاختراعات ترجع للعرب، لكن احنا ما استفدناش منها، والعرب ديما معناها يبقوا الغرب متقدمين علينا احنا العرب رغم انهم كل شيء، معناها مكثر الاختراعات هزوهم من عندنا. ولمعلوماتكم اعزائنا المستمعين، راهو العهد اللي نحن نقولوا العهد نتاع هارون الرشيد اللي هو العهد الذهبي، كان وقتها اللي هو العصر الظلمات بالنسبه للعالم الاوروبي. معناها نحن نشوف قرابة 200 سنة تقدم عليهم، لكن للأسف كالعادة ديما دور الدنيا ونرجع نحن التالي. إذاعة منزل بوزيات RMBFM توحد الوجدان الجماعي وتؤكد روابط الانتماء والتمازج بين مكونات المجتمع. نشر ثقافة حقوق الإنسان ومواكبة التظاهرات والاحتفالات. تلاقح الأجيال وتقوية النسيج الاجتماعي عبر أحياء الفنون الشعبية والتراث. تابعوا برامجنا يوميا وعلى مدار الساعة على موجات راديو منزل بوزيان اف ام على الموجة 103 ميجاهرتز. RMBFM الصوت صوتكم. رجعنا لكم من جديد أعزائنا المستمعين، ومازلنا متواصلين معاكم في برنامجكم الصباحي بانوراما، وهكا نكون وصلنا لركن معلومة تهمك. وفي الركن هذا اليوم جبنا حاجة معروفة برشا عنا وعند العرب أجمعين. موضوع اليوم هو الحنة. وما دراك ما الحنة؟ وشكون اللي ما عندوه ما عناش عاداتنا وتقاليدنا المزيانة مع الحنة، وخاصة توا قرب فصل الصيف وواتت مناسبة الأعراس. اليوم باش نعرفوكم بنبتة الحنة وباش نعطوكم الوطن الرئيسي نتاع الحنة بالضبط، وشنية المنافع متاعها بالضبط، وكذلك بعض النصائح.
باش نبدأ أول حاجة بتعريف نبتة الحنة. شجرة الحنة هي من فصيلة الحنائية حولية وإلا معمرة، تعيش حوالي 3 سنوات وتمتد أحيانا إلى 10. هي مستديمة الخضرة غزيرة التفريع، يصل طولها إلى 3 أمتار. ونبتة الحنة هي عندها جذور وتدية حمراء وساقها كثيرة الفروع والأفرع وجانبية، وهي خضر اللون تتحول البني وقت اللي تنضج. أوراق الحنة بسيطة جلدية بيضاوية الشكل، بطول 3-4 سنتيمتر، عريضة متقابلة الوضع بلون أحمر خفيف وإلا أبيض مصفر، والأزهار تكون صغيرة وبيضة وعندها ريحة عطرية قوية مميزة، وهي في نوارات عنقودية، والثمرة تاعها تكون كيما علبة صغيرة وتحتوي على بذور هرمية الشكل. الوطن الرئيسي للحنة. قبل ما نوصل تونس ونذكر جابس اللي هي أكثر بلاصة معروفة في تونس بزراعة الحنة، الوطن الرئيسي متاعها هو جنوب غرب آسيا، والنبتة هذه تحتاج البيئة حارة برشا لأنها تنمو بكثافة في البيئات الاستوائية كما قارة أفريقيا اللي انتشرت زراعتها في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، وأهم البلدان المنتجة لها هي مصر، السودان والصين والهند، معروفين برشا خاصة الهند ومصر، نحن نسمع بهم برشا، أما السودان والصين قليل شكون اللي يعرفهم. باش نعطيكم الخصائص الطبية متاع نبتة الحنة. عندها بارشة فوائد، وقبل ما نذكر الفوائد قول لي أبو داود وأحمد أنه فيه دعان الرسول أفضل الصلاة والسلام عليه باش نستخدم الحنة باش نعالج بعض الأمراض، وروى عليه أنه سيدنا أي واحد يجيه يشكي من وجيعة في رجليه يقول له اختضب بالحنة. كما نعرف الناس الكل الحنة تستعمل في التجميل كما المعجون وأوراق الأصابع والخل الأصابع والأقدام والشعر، وتستعمل على حد السواء للسيدات والرجال، نقصد الرجال ليس للتجميل وإنما للتداوية على حد السواء، بالإضافة أنهم يستعملوها في أعمال الصبغة للشعر. وتستعمل عجينة الحنة في علاج الصداع، يحطوها على الجبهة، والزهور متاحة تستعمل في صناعة العطور. الحنة يفيد علاجها في تشقق القدمين وعلاج الفطريات المختلفة، في الصيف برشا نلاحظوا عندهم تشقق في القدمين، يستعملوا الحنة سواء كما قلنا نساء وإلا رجال. وتستعمل الحنة في علاج الأورام والقروح خاصة إذا تم عجنها وتضمد بها الجروح بعد كما تجرح الإنسان يحطوا عليه الحنة. الأوراق متاع الحنة كذلك تستعمل لعلاج قروح الفم واللثة واللسان، معناها الورقة متاعها بعد تطبخ في الماء الغرغرة، يتم غرغرة بالماء كما قلنا العلاج اللثة والفم واللسان. وعلميا تم إثبات أنه وضع الحنة في الرأس لمدة طويلة بعد ما يتم تخميرها بتبيعة، المواد اللي فيها هي مواد مطهرة الموجودة فيها، لأنها تعمل على تنقية فروة الرأس من الميكروبات والطفيليات والإفرازات الزايدة متاع الدهون، كذلك تقوم بتغذية الشعر وتحفز على النمو خاطرها تحتوي على كمية كبيرة من البروتين الطبيعي، وتمنع تساقط الشعر على خاطرها تعالج البصيلات الشعر من التلف اللي يساهم بشكل ملحوظ في منع تساقط الشعر. النصائح الخاصة اليوم بالحنة. وقت اللي نستعمل الحنة في الرأس ما يلزمناش نتعرضوا للهواء البارد، وإلا نبقوا في المناطق المكيفة بحضر الكليماتيزر، لأنها ساعات عفين وعفاكم الله تؤدي للشلل. كذلك عدم استعمال الحنة لليد والقدم في الشتاء وفي المناطق الباردة على خاطرها تؤدي للروماتيزم وكذلك تشنج في عضلات اليد. ما ينصحش بها بتاتا استعمال الحنة في الرأس اللي هو عنده وجيعة في الرأس ديما وإلا عنده داء الصرع. ثم عادات عندنا نعرفوها برشا، وقت اللي مرأة بتجي تحني شعرها اللي يحطوا يا اما قشور الرمان المجفف يهرسوها وتتغلف في الماء ويتم عجنها، والا كذلك النسكافيه ولا البن العربي باش يعطينا اللون بني والا تفتيح لون الشعر. كوثر معناها أعزائنا المستمعين حسب النصائح اللي أعطيتها لنا، معناتها الحنة مش في كل المواسم، وكيف يجي مثلا احنا عنا العيد الصغير ولا العيد الكبير كيف يجي في الشتاء، شنو هو معناتها يعمل في الشتاء؟ بتبيع هي باش تبقى توا تبارك الله الدنيا متطورة وثم شوفاج تحط كانون مو متبقاش بلاصة باردة وكهو، معناها هذه اللي المطلوب وكهو.
أعزائنا المستمعين، إضافة للحنة أبارلي حكيته كوثر زميلتي كوثر، ثم زاد حاجة نحكوها نحن على الحنة في أيامنا العادية اللي هي حنة حاجة باهية، مثلا كيف العروسة كيف تحني ساقة من اللوطة ولا تحني يديها، معناتها يستبختوا بها ولا يستبختوا بها. ونتفكروا حتى أمهاتنا تو حسب عاداتنا وتقاليدنا يقولوا المرأة ما يلزمش تتنحى من ظوافرها الحنة، يقولوا حاجة مش باهية، يعني يقولوا المرأة ديما يلزم ظوافرها بالحنة. واخر حاجه كيما قلنا لكم قبيله اللي الحنة هي مفيده برشا باش تنظف الجروح والاصابات المتقيحه، عافينا وعافيكم الله، ديما نقولوا لطف بعيد عليكم ساده المستمعين. وبالمناسبة نحب نهني كل عروسة وكل اللي قادمين توا على الزواج، أعزائنا المستمعين رجعنا معكم وتواصلنا الركن قصة مثل. اليوم يا كوثر المثل متاعنا شنو؟ لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. الحكاية متاع المثل تقول كانت ثمة لبوة أرملة كان رجلها متوفي، يعيشوا في غابة كبيرة برشا وغابة مزيانة مع صغيراتها، لكن كتوفى رجلها ما عادش ثم شكون يجيب لهم الماكلة وإلا يتصيد لهم، والتي هي المؤسس نتاع العائلة ويزمها تصطاد باش توكل صغارها، لكن كانت بخيلة برشا. وقت اللي يجوعوا صغارها وفيقوا يقولها حاجة يحبوا نحبوا ناكلوا، تقول لهم اليوم موكلتكمش غدوة باش نصيد لكم حاجة. يفوت النهار هذاك، النهار الثاني كيف يفيقوا نحبوا ناكلوا، تقول لهم البارح ماكليتوش واليوم ماكليتوش وغدوة نصيد لكم زوز غزلان. يجي النهار الثالث
كيف كيف تسميهم البارح والبارحة الأولى والبارحة اللي قبلها ما كليتوش صدركم أربعة وهكاكا وطولت الأيام لنهار من نهارات فقط الأبواء اللي كنت صغارها ميتين وهذا الكل على خاطر في كل نهار توخر في العملية الاستياد للغد. أعزائي المستمعين المثل هذي معناته في أيامنا توا بالخص نحن كشباب ماذا بينا نعملوا على رواحنا وماذا بينا الحاجة اللي باش نخدموها اليوم نكونوا في على قدر المسؤولية ونجموا الخدمة متاع اليوم نخدموها اليوم خاطر نجم ذم برشا حوايج نفوتوها على رواحنا وراهي العمر باقي يجري وما ثم حتى حاجة باش تستنانا وما ثم حتى حاجة بلاش. أعزائنا المستمعين هكا وصلنا بيكم الأخر فقرات برنامجكم اليومي برنامج بانوراما اللي هو لمسة وفاء ومزلنا مع الفنانة التونسية سليف. هكا أعزائنا المستمعين نوصلوا الختام برنامج بانوراما لليوم. مستمعينا ما تنسوش موعدنا غدوة يتجدد كما كل يوم وما تبدلوش الموجة مازلنا عنا برشا برامج أخرين وإن شاء الله ينالوا أعجابكم. كان معاكم في تأمين الحصة الفريق التقني سنة جندوزي من أعداد وتقديم أمل وكوثر. إلى هنا نصل إلى الختام مستمعينا الكرام نترككم في أمان الله. صباح على خير. Yeah.
بيت الحومة نتلك بينا بيت مهرومة اعلس يا ولد الحومة نتلك بينا بيت مهرومة ضحك الباح صوتك نرتاح ضحك الباح صوتك نرتاح عناوين صحافة طقس معلومة تهمك بصمات من التاريخ قصة مثل تابعونا كل يوم في بانوراما من أعداد وتقديم كوثر ومل على أحلى موجات موجات إذاعة منزل بوزينة فام. صغارنا أمانة في دينا في دينا اللي بيسمع كلمة أهل وشو منقله شاطر شاطر يلي بيقعد عاقل وحده شو منقله نصائح وإرشادات ما نستنونا كل 15 يوم في برنامج صغارنا أمانة في دينا على إذاعتكم إذاعة منزل بوزينة FM إذاعة الكبار والصغار عسلام ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم صغارنا أمانة في دينا يتجدد اليوم موعدنا على الذبذبة 103.5 على إذاعة منزل بوزيانة FM نحاول كل حصة نتناول موضوع يخص الأطفال ونسلط عليه الضوء اليوم موضوع حصتنا هو المدرسة ودورها في تربية وإعداد الطفل كما نعرفوا المدرسة هي البيئة الصناعية اللي أوجدها التطور الاجتماعي باش تكمل الدور اللي تمارس فيه الأسرة في تربية وإعداد الأبناء ومدهم بالخبرات اللازمة لدخولهم معترك الحياة بعدين هي تعتبر الحلقة الوسطى والمهمة اللي مر بها الصغير خلال مراحل نمو متاعه ونضوجه باش يكونوا جاهزين بيقوموا بمسؤولياتهم في المجتمع مستعينين بما اكتسبوه من المهارات المختلفة والضرورية لتكيفهم السليم مع البيئة الاجتماعية الكبرى على هذا المدرسة هي راهي ماهيش مجتمع مصغر ومنزه فقط خالي من جميع الشوائب اللي تتعلق بالمجتمع الكبير باش يتمرن فيها الأطفال على الحياة الأفضل وعلى التعاون الاجتماعي والإخلاص للجماعة نجم نقول راهي المدرسة هي حياة هي النمو وهي التوجيه الاجتماعي وعملية التربية والتعليم ماهيش إعداد للمستقبل لكنها هي راهي عملية الحياة بحد ذاتها على هذا فما ثلاثة حاجات لازم التركيز عليهم من تربية الطفل عنا أولا التعاون الأسري والمدرسة على التربية والتوجيه التوفيق بين أعمال الصغير الاجتماعية وبين أعمال المدرسة وجوب إحكام الرابط بين المدرسة والأعمال الإنتاجية في البيئة ونجموا هنا نذكر وجوب دراسة الطفل وميوله ورغباته وضرورة جعلها أساس في التعليم ويؤكد على التوجيه غير المباشر وغير الشخصي عن طريق الوسط الاجتماعي وتجديد على أهمية التفكير والتحليل وفهم معنى الأشياء في حياة الصغير نحاولوا زادة أن نتحولوا الفرصة باش يجمع الحقائق ويرتبها ويستنبطها وعفوا يستنبط منها النتائج ويعرضها على محك الاختبار باش تظهر الحقيقة التطور
الكبير لمفاهيم التربية والتعليم في عصرنا الحالي، قلب المفاهيم اللي كانت سايد فيما مضى، والمدرسة بعد أن كانت عفوا المدرسة القديمة ما تهتمش إلا بالدراسة النظرية، وحشوا أدمغة التلاميذ بما تضمنوا المناهج والكتب الدراسية باش يأدوا الامتحانات، واللي ما تلبث إلا أنها تتبخر من الذاكرة متاحهم. أصبحت التربية الحديثة اليوم ترتكز على اعتبار الطفل هو اللي تدور حول محوره نظم التعليم. أصبح النظام في المدرسة يمثل الحياة الاجتماعية اللي تتطلب الاشتغال في الأعمال الاجتماعية. الصغير ما ينجمش يكتسب عادات اجتماعية من غير الاشتغال في الأعمال هذه. والتربية هي في حقيقة الأمر راهي عملية تكوين النزعات الأساسية الفكرية والعاطفية في الإنسان تلقاء الطبيعة وتلقاء أخيه الإنسان. على هذا صار لازم على المدرسة إنها تشبع حاجة التلاميذ للأمن الاجتماعي، وتعطيهم الفرصة لفهم أسرار العالم المادي والعالم الاجتماعي، تهيئ لهم فرصة التعبير الحر على النزعات المختلفة اللي تمكنهم من كسب المهارات العقلية واللغوية والاجتماعية. على هذا يلزمها زادة تأدي مهامها التربوية على وجهها صحيح، كان لابد من ربطها بالمجتمع، وهو ما أخذت به المدرسة الحديثة اللي ولت جزء لا يتجزأ منه وما تختلفش عليه في شيء سوى كونها مجتمع مصغر وخالي من الشوائب اللي نجدها في المجتمع الكبير. ولا النظر لدور المدرسة في المجتمع هو النظر إلى الثقافة بمعناها الواسع، أي بأدابها وعلومها وفنونها وعاداتها وتقاليدها وعلاش لا نواحيها المادية. وقد تتطلب ذلك في إعادة بناء المدرسة اللي نجم نقوله إنها تلعب زوز أدوار أساسيين في خدمة المجتمع اللي تنشأ فيه، وهما أولا نقل التراث بعد تخليصه من الشوائب، واثنين إضافة ما ينبغي إضافته باش يحافظ المجتمع على حياته. والنجم هنيتين أكدوا على مبدأ الديمقراطية في المدرسة وفي الوسائل التربوية اللي تعتمدها في الوصول إلى أهدافها التربوية اللي تسعى لها، باعتبار المدرسة هي الحياة وهي صورة مصغرة على المجتمع. كيفاش تنجم المدرسة هذه أداء مهامها؟ قبل ما نحكو على المحور هذايا خلونا نبقوا مع الفاصل الغنائي ومن بعد نرجع. الدخيم في الكبيرة في ميزان العدل، ظلمة من غيرك الدنيا انت لما مش شميل. نجحت فيه تقليد صبرك يا ابو الصبر الكبير، مسبح في ايدك الاسره وبصلاه صعبني بكلام كلام
يا رجل يا دليل الزمن بيا ضاع الدليل ولدك ابنك حبيبك جيت وفيك الجميل يا أبي ارضى علي مهما ضحي لك قليل أنا تلميذك المخلص وانت أستاذ الجليل الكبر ونبقى أطفالك يا عزيز انت الأصل صابر الرباعي تحية من خلالها إلى كل الأباء. عودة من جديد لبرنامجنا صغارنا أمانة في دينا، واليوم موضوع حصتنا هو دور المدرسة في التنشئة والتربية للصغار. ما زلنا معاكم على الموجة 103.5 على إذاعة منزل بوزيان FM، وتوا في الجزء هذا باش نشوفوا كيفاش تنجم المدرسة إنها تقوم بالمهام امتاحها. باش تنجم المدرسة أداء مهامها التربوية على الوجه الأكمل يتطلب منها أنها تراعي الأمور والمسائل الهامة التالية. أولا ينبغي للمدرسة أن تكون المكان اللي يعيش فيه الصغير عيشة حقيقية ويكتسبوا الخبرة الحياتية اللي يلقوها فيها ابتهاج ومعنى. عليها أنها تحول مركز الجاذبية فيها من المعلم والكتاب إلى الطفل وميوله وغرائزه وفعالياته بصورة مباشرة. فمهما يقال عن كل ما يدرسه الطفل من علوم وغيرها، فإن العملية التربوية الحقيقية ما تنجمش تعطي ثمارها إذا كان الصغير هذايا ميمارسش حياته فيها. اثنين، ضرورة عدم تجاهل المدرسة الوضع الأطفال الفطري وميولهم، ويلزمها تعمل على إشباع غرائزهم وسقلها بروح من المحبة والعطف والحنان باش يحس الأطفال إنهم يعيشوا الحياة حقا داخل المدرسة، وإنه أي أسلوب آخر في التعامل معهم وخاصة أسلوب العقاب البدني ما يؤديش إلا إلى عكس النتائج المرجوة. ثلاثة، ينبغي للمدرسة إنها تسعى إنه يكون الصغير إنه يأتي لعفو الصغير إليه بأجسامهم وعقولهم ويغادروها بعقل أغنى وأنضج وجسم أصح، وهذا ما يتمش بالطبيعة إلا إذا لقوه في المدرسة ما يشبع ميولهم ورغباتهم وتتاح لهم الفرصة لممارسة ما تعلموه من خبرات خارج المدرسة. زاد يلزم المدرسة أنها تحول الفصل الورشة يستطيع الصغار من خلالها إشباع حاجاتهم وميولهم وتجعلهم جزء من المجتمع ويتعلموا العيش المباشر وتجهزهم بدافع حقيقي وتعطيهم خبرة مباشرة تيقلهم زاد الاتصال بالأمور الواقعية، كما يلزم تنظيم جلوس الأطفال داخل الصف بالشكل اللي يشعرهم أنهم يمارسوا عمل مشترك وما تقيدهمش بالجلوس على المقاعد الضيقة والمنعزلة اللي تخلي الصغير يشعر بالملل والفراغ. يلزم إشراك أولياء أمور التلاميذ في إعداد الخطط التربوية والاستعانة المستمرة بهم في معالجة وحل كل المشاكل اللي تعترض للأبناء هذوما، وتكون المدرسة على اتصال دائم بهم سواء عن طريق اللقاءات الشخصية وإلا الاتصالات الهاتفية، على خاطر يلزم الأباء والأمهات يكونوا على معرفة كبيرة بكل ما يتعلق بسلوك أولادهم ويتمتعوا بالخبرات في التعامل معهم في نفس الوقت. زاد المدرسة تنجم تقدم لذوي التلاميذ أباء وأمهات الكثير من الخبرات والتجارب اللي تعينهم على التعامل مع أبنائهم بشكل تربوي صحيح. زاد بناية المدرسة ذات تأثير بالغ على العملية التربوية والتعليمية وعلى نفسية الصغير. المدرسة بحاجة إلى صفوف دراسية
وواسعة ذات تهوية جيدة وتسمح بوصول الضوء بحرية، بالإضافة إلى الإنارة الكافية، وإنها تكون مجهزة بكل ما يلزم الأجهزة والأدوات الضرورية للعملية التربوية والتعليمية، كما إنها بحاجة إلى الساحات المناسبة للنشاطات الرياضية المختلفة وقاعات النشاطات الرياضية والنشاطات الوصفية من تمثيل ورسم وحفلات وغيرها، كذلك الورش اللازمة لممارسة المهن اللي يتدرب عليها الصغار، ويلزم إنها تتخلل المباني المدرسية حدائق كافية باش تبعث نوع من البهجة والسرور في نفوس الصغار هذوما. من الضروري إشراكهم في زراعتها والعناية بها وإتاحة الفرصة لهم بدراسة النباتات وأنواعها وتصنيفها وعلاش لا سبل وقايتها من الأمراض اللي قد تصيبها، مما يحول الجهد هذايا إلى دراسة حقيقية لعلم النبات نظريا وعمليا، وهو ما يرسخ الدرس في عقول التلاميذ. أخيرا النجم نحكو على الاهتمام بتنظيم المقاعد والمناضد الدراسية بالشكل اللي يخلي العمل داخل الصف جماعي وما يشعرش الصغير بالملل، ويتحول الصف إلى ورشة عمل ينهمك فيها التلاميذ بكل جد ونشاط في جو يسود التعاون فيما بينهم. دور المدرسة في التوجيه التربوي هذا اللي باش نحكو عليه بعد الفاصل الغنائي مع ذكرى محمد كل اللي لاموني. Thank you.
نرجع من جديد على الذبذبة 103.5. نجدد الترحاب بكل من رافقنا من بداية الحصة، ونرحب بكل من التحق بنا توا على إذاعة منزل بوزيان FM. المدرسة ودورها في تربية وتنشئة الصغير، هذا هو موضوع حصتنا لليوم. توا باش نحكو على دور المدرسة في التوجيه التربوي. نعرف أن التوجيه التربوي هو عملية مساعدة الصغير على تنمية قدراته وأفضل تنمية ممكنة، بقصد توجيهه نحو اختيار العمل اللي يصلح به على الرضا واقتناع، ومساعدته في تقدير نفسه وإمكانياتها تقدير صحيح، على أنه يتفهم ظروفه باش يضع نفسه في الموضع الأكثر مناسبة ليه مهنيا واجتماعيا. ويعد العمل أحد أهم العوامل الاجتماعية المساهمة في تكوين شخصية الطفل واستكمال نضجه النفسي والاجتماعي، إذ أن كل مهنة وتطبع العامل بها بطبعها حيث يتميز بسمات معينة في التفكير والسلوك والكلام إلى آخره. ويتطلب العمل استعداد عقلي وتحصيلي يتناسب وخطورته، وتكمن أهميته في مساعدة الطفل على النمو النفسي والاجتماعي، وتدريبه على تحمل المسؤولية وشحذ ذكائه، بالإضافة إلى اكتساب الطفل مركز يضمن له توفير الظروف الملائمة للمعيشة. المدرسة هنا تلعب دور بارز في عملية التوجيه التربوي والمهني، وهذا على النحو التالي. أولا، المدرسة هي راي تعمل على تعديل السلوك الضار بالطفل اللي نجم يكون اكتسبه من البيت الغير صالح، وتوجيه اجتماعي سليم. معناها أنها هي تحاول تصحح ما وقعت فيه الأسرة من أخطاء في تربية الصغير. زادة هي تشكل شخصية الطفل بطرق التدريس اللي تقوم على اعتماد الطفل على نفسه واستقلال تفكيره الخاص، وتعويده الاستقلال بالرأي عن طريق المناقشة الحرة واحترام ذاته، والابتعاد عن طرق التدريس القائمة على الحفظ والتسميع المجردين. تعويد الطفل على حكم بنفسه حتى يتبع النظام من ذات شخصيته، وحتى يشعر بالأمان واحترام الرأي العام، وما يقومش سلوكه على الخوف وما يترتبش عليه من نفاق ومراءة وكبت. زاد راه اكتشاف مواهب التلميذ وتشجيعها، والعمل على تنميتها عن طريق الدروس النظرية والعملية وجمعيات النشاط المدرسي والهوايات، هي من أهم الأدوار اللي تلعبها المدرسة. الاتصال المستمر بالوالدين والقائمين على الطفل في الدار، والتعاون بين الجانبين للتربية، تلميذ تربية سليمة متكاملة. معناها راه يلزم المدرسة والعائلة يكونوا على اتصال، سواء كان مباشر أو غير مباشر، باش يحاولوا انهم يدرسوا السلوك متاع الصغير، ويحاولوا انه يصحوا الاخطاء اللي تنجم تصير. زاد تهيئة جو مدرسي محبب عند الصغار، يكون خالي من الشقاق بين المدرسين والخلاف بين الرئيس والمرؤوس، ويحاولوا انهم يخفوا الحالات الخلاف هذه على التلاميذ. زاد نحاولوا ربط المدرسة بالمجتمع وفتح ابواب جديدة للعمل واعداد التلاميذ لها. نبقوا مع هالفاصل ومن بعد نرجعوا باش نختموا حصتنا. We'll be right back.
درب الغن ولو دولابك مرة ما بيبقى واحد منهم ما بيبقى واحد منهم. نرجع من جديد على الذبذبة 103.5. وصلنا توا الفقرتنا الأخيرة من صغارنا أمانة في دينا. موضوع حصتنا لليوم مهم برشا للصغار ومهم برشا للأولياء والمربين، وكيف ما شفنا خلال البرنامج أهمية المدرسة في التربية والتنشئة والتوجيه التربوي، النجم نقوله راهي الحاجات هذه والهدف اللي تسعى ليه المدرسة ما يتحققش إلا إذا كان فما أسلوب حواري في العلاقة هذه. وعلى هذا النجم نقوله راهي العملية الحوارية عن عندها دور كبير في التربية والتنشئة وخاصة في عملية التواصل. كما نعرف غاية الحوار هو أنه يتمكن كل طرف من المتحاورين إثبات رأيه بالدليل والحجة والبرهان، ويتبنى وإلا يدحض الرأي الآخر أيضا بالدليل والحجة والبرهان. وتأتي هنا أهمية عفوا الحوار من كونها طريقة من طرق التواصل الاجتماعي والفكري والحضاري بين الناس على اختلاف منهم وأجناسهم عفوا ومستوياتهم التعليمية والتثقيفية، ويقرب الناس من بعضهم وما بعدهمش. هنا نجم نقول راهي المدرسة هي خير من يعلم الحوار. علاش؟ على خطرها على خطر الحوار بالنسبة للمدرسة هو أداة تربوية تعليمية، هو من أدوات العصف الذهني اللي يولد الأفكار وينمي قدرات الطفل العقلية والفكرية. الحوار مهارات لغوية مهمة في حياة المجتمع تجاه تزاحم الأفكار العالمية. خطر المدرسة تحتوي على عينة من شرائح المجتمع المختلفة والمتنوعة، فالأطفال تختلف مرئياتهم وانتماءاتهم واتجاهاتهم باختلاف أوضاعهم المتنوعة خارج المدرسة. الأطفال زاد نعرفوا أنهم هما الشريحة الأكثر في المجتمع. قابلية الأطفال للحوار لأن الحوار بالنسبة لهم هو إثبات وجود، حماس مطلوب. الأطفال هم أكثر عرضة للأفكار الضالة والمنحرفة، على هذا يلزم توعيتهم من ذلك. زاد الأطفال ما يوصلوش المرحلة حالة التعنت اللي تمنحهم من قبول الفكر الآخر. ونجم نقوله أنه الطفل هو رجل المستقبل، يلزم تنبني حياته على التقارب والتعايش الموحد لا على التنافر والعداء. التقارب الفكري هي أداة التواصل المستمر ديما بين صغيراتنا. على هذا نعتبر الحوار المدرسي هو ضرورة من ضرورات العمل التربوي اللي يهدف إلى بناء شخصية متزنة وفاعلة ومؤثرة في المجتمع. باش لهذا يلزم المدرسة كمؤسسة تربوية وعلى جميع القائمين على إدارتها من معلمين مديرين وأولياء الأمور تخطيط مستمر لتفعيل الحوار الجاد والمثمر بين الأطفال من خلال إقامة برامج حوارية مستمرة ومنظمة وفعلة. هنا أعزائي نكون وصلنا لنهاية حصتنا. موضوع حصتنا كان أهمية وإلا دور المدرسة في التربية والتنشئة. ما بقى لي كان باش نشكر الفريق التقني اللي أمن معايا الحصة هذه، منذر بن جدو تقني صوت وسنة جندوزي في المونتاج. شكر كبير لكل من رافقنا على الذبذبة 103.5 على إذاعة منزل بوزيان. صغارنا أمانة في دينا في دينا. اللي بيسمع كلمة أهله وشو منقله، شاطر شاطر. يلي بيقعد عاقل وحده شو منقله، شاطر. نصائح وإرشادات كلمة أهله شو منقله، شاطر شاطر. يلي بيقعد عاقل وحده شو منقله، شاطر. ما لستنونا كل 15 يوم في برنامج صغارنا أمانة في دينا. على إذاعتكم إذاعة منزل بوزيان اف ام، إذاعة الكبار والصغار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه احنا قلنا في الكلام السور المبدأة والحروف المقطعة كلام كثير في كل سورة، لكن لا مانع أننا ندي بس حاجة خفيفة كده. أولا، ناس يظنوا ان طه اسم من اسماء الرسول،
ناس يقول ده طه دي زي ألف ولام طا وها وبرضو ياسين يا وإيه وسين زي حا ومين. هي حروف برضو مقطعة صادفت اسما من الأسماء. لأن مثلا كلمة نون حرف ولا مش حرف؟ أهي وبدأت بها سورة نون والقلم إيه وما يسطرون. صاد حرف ولا مش حرف؟ صاد والقرآن الإيه الذكر. قاف والقرآن المجيد. الله. طب أهي قاف وإن كانت اسما لحرف من الحروف إلا أن فيه مسمى ثاني جبل اسمه جبل قاف، فصادفت حرف له إيه مسمى في شيء. نون وذا النون إذ ذهب مغاضبا الحوت يعني. الله. إذن فمرة يأتي الحرف المقطع ويوافق إنه له إيه إنه له اسم. يبقى إذن هل هو طه ما أنزلنا عليك المراد به النبي؟ قال لك برضه هتمشي لأنه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. لكن هي حروف مقطعة صادفت أنها اسم من أسماء مين؟ من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا بقى مفارقة وهي طاء وهاء. الاسم لهذا الصوت طاء وهاء، والاسم لياسين ياء. ما قالش هنا ايه طاء ه هاء زي ما ألف ألف لام ميم، بل حذف الايه الهمزة. قال لك محذوفة الهمزة فيه هي طاء وها ويا وحا ميم. حا ما قالش حاء ميم، يعني إذن اسم الحرف حاء لما جابه قال ايه حا بس. ألف لام ميم ماشية. طيب وألف لام را ما قالش ايه راء، ما قالش طاء هاء زي ما ألف ألف ولام. يبقى إذن برضو دليل على ايه؟ قال لك لأنهم كانوا يستثقلون الهمس فمشت، أو لذلك يقول لك ايه بئر يخففوها يقولوا ايه بير، ذئب يخففوها يقولوا ايه ذيب. فدي الحرف ده طاء فيأخذها كده من غير الايه من غير الهمزة. احنا قلنا زمان ان فيه مخالفة في فواتح السور بالحروف المقطعة وبين آيات القرآن الأخرى. هذه المخالفة ان القرآن كله مبني على الوصل. معنى مبني على الوصل يعني ايه؟ زي الآيات اللي كنا بنقراها ايه ومن دونهما جنتان فبأي آلاء، واللي قلنا ومن دونهما جنتان، وبعدين قلنا فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي. الله. مش مبني على الوقف، انما لك ان تقف انه افتقف، انما هي مبنيه على ايه؟ ولذلك كل المصاحف تبني على الايه؟ على الوصف. طب اذا كان هذا في الايات، طب السور في اخر السور، اخر السور مثلا أو جت هنا، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا؟ كان يقول كده، انما قال لا ركزا بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى حتى اخر السوره اهي يبقى موصول بمين؟ يبقى القران كله مبني على الايه؟ على الوصل. طيب ما دام القران كله مبني على الوصل، كان الاصول في الف تبقى تقول الف لام ميم. انت قلت الف ووقفت ولام ووقفت ميم ووقفت، يبقى القران اللي مبني على الوصل في كل جمله وكل اياته وكل سوره تيجي فواتح السور وتبنيها على الايه؟ علشان ما هيش ميكانيكا بقى. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم أن تقولوا اللي يقرأ حرف يبقى له ثواب قد كده، ولا تقولوا ألف لام ميم حرف، وإنما ألف ولام وميم يبقى لها استقلال في الذات. فحب يبين الاستقلال الذاتي فجعلها كلها على الإيه؟ على الوقف. وبقية القرآن على مين؟ بقية القرآن على الوصل في الآيات وفي السور. قال لك برضو على الوصل في الآيات، بل هو قرآن مجيد في لوح الإيه؟ محفوظ بسم الله، ما قالش محفوظ يقول بسم الله لا. طب اكثر من كده،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولا والناس الله. طب ده آخر القرآن خلاص هو هيتكلم تاني يقول إيه؟ أم قال ليدلك على أن كلمة من الجنة والناس دائرة وموصولة بقولك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وشهد الدورة. ما فيش ما ينزلش القرآن عن بعضه أبدا في آخر الآيات. طيب سلمنا آخر السور سلمنا. طب وآخر القرآن خالص ده انتهينا من حكاية ما وقفش ليه؟ أم قال لك لا علشان بيقولك اوعى تكفوا برضو ايه اعملها على أنها ايه على أنها وصل وقل بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما معنى الشقاء؟ الشقاء هو التعب والنصب والكد. فالله ينفي عن رسوله أنه أنزل عليه القرآن ليشقى. ثم تبقى المقابل إيه؟ ده أنزل عليك القرآن لتسعد. أولا تسعد بالاصطفاء إنك أنت كنت أهل لأن ينزل عليك القرآن، ولتسعد بأنك ستحمل نفسك أولا على منهج الحق فيه، تفعل الخير كله وتفعل الشر، يبقى دي سعادة. ثم الكلمة التشقى دي جت إزاي؟ أم قال لك ده كلام الكفار. أبو جهل هو المطعم بن عدي والنضر بن الحارث والوليد بن المغيرة راحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد أنت أشقيت نفسك بالحكاية اللي أنت عاملها دي. قال إنما بعثت رحمة للعالمين. واللي بعث رحمة للعالمين ده يبقى عشان يشقى؟ ده بالعكس، ده أنا عايز أسعد علشان الكل يسعد. طب هم جابوا تشقى دي زي من إيه؟ أما لك إيه؟ لأن المؤمن لو نظر إلى أن منهج الله الذي يحمله القرآن حيتدخل في إرادته واختياره ويقول له افعل هذه ولا تفعل هذه، يبقى حيقف أمام شهواته ولا لا؟ يحب يفعل دي القرآن وما تفعلهاش، يحب ما يفعلش دي يقول القرآن افعلها، يبقى ضد مرادات الاختيار ولا لا؟ الشيء إذا جاء ضد مرادات الاختيار يتعب ولا ما يتعبش؟ هو يتعب، بس يتعب مين؟ اللي ما اللي عزل الوسيلة عن الغاية. إنما اللي عارف أنني لما بتعب نفسي دلوقتي حسعد بعدين يبقى ما يفعلش. زي الولد اللي قاعد يذاكر وعمال ماما في عينيه ويعمل ومش عارف ايه، مستحضر ايه؟ مستحضر النجاح. يبقى اذا الشقاء بيجي من ايه؟ من انك انت تعزل الوسيله عن الغايه. لكن اذا قرنت الوسيله بالغايه تبقى انت تسعد ولا لا؟ ده الواحد منا وهو تلميذ لما كان يبقى فاهم الدرس ولا الامتحان قرب ويمسك الكتاب وياكل لقمه، يجي مثلا ام الواحد تاخد الكتاب منه تحطه عشان يخلص اكل الاول، يقوم هو برضه ياخد بتاعه. ليه عمل كده؟ ومستحضر الايه؟ مستحضر الغايه. يبقى اذا المشقه ما تجيش الا اذا عزلت الوسيله عن الغايه، تبقى المشقه هنا ايه؟ تيجي. هم بيعزلوا الوسيله. طب وتشقى؟ قال لك يا اخي احنا ما احنا اهو عايشين متمتعين وبنعبد الهه ما لهاش مطالب عندنا. الاحجار قالت لهم ايه؟ اعملوا ايه؟ وما تعملوش ايه؟ ثم هم دايرين على حد شعرهم، يبقى دين كويس ده ولا لا؟ يبقى مدوا لنفسهم راحتها، وانت ليه تعب نفسك تقول لك لا دي بلاش ودي دي؟ يبقى تشقى ولا ما تشقاش؟ يبقى هم فينا عرفهم انه ايه؟ يشقى. فقال لا هم مغفلين، احنا ما انزلنا عليك القران لتشقى. او لان فيه امر اخر يشقيه وهو تعرضه لصناديد قريش العتاة، ويقعدوا يهزأوا فيه ويقعدوا يؤذوه ويسلطوا عليه السفهاء ويرموا بالحجارة ويشتموا ويعملوا. الله بيشقي نفسه في المتاعب دي. قال برضه يجي نقول له برضه دي مردودة. ليه؟ لأنني ما أعطيتك لتشقى معهم، أنا أعطيتك لتبلغ بس ولا تتعبش نفسك. ولذلك يكرر هذا المعنى يقول له إيه مثلا هناك؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. انت ليه بتهلك نفسك؟ ما يامنوا ولا ما يامنوش؟ انت عليك بس ايه؟ بس عليك. فلعلك باخع نفسك على ايه؟ على الا يكونوا مؤمنين. هو انا عزز علي انهم يبقوا مؤمنين؟ ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه
فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن كنت عايزهم ما حدش يقدر ياخدهم مني، إنما أنا مش عايز أعناق، أنا عايز قلوب تجيني وهي تملك ألا تجيئني. يبقى أدي اللي أنا عايزه، اللي عايز من عبادي إنهم يجوني وهم ملكين إنهم ما إيه؟ إما ما يجونيش. ولذلك ضربنا المثل ولله المثل الأعلى بإن رجل عنده عبدين، واحد اسمه سعد وواحد اسمه سعيد. سعد ربطه في حبل لأنه بيجري وشرود، يقول له يا سعد، وسعيد من ساب من غير حبل. لما يستجيبوا الاثنين ويجوا يبقى من هو اللي محترم الآمر. كذلك ربنا يقول أنت مختار في أن تؤمن بي أو لا تؤمن، لكن أنا عايز اللي يجي لي مؤمنا بي وهو قادر على أن لا يؤمن. يبقى إذن أنت بتجيني وأنت إيه؟ أنت بتجيني لأني آمر وأنت مختار، مش لأني آسر وأنت مأسور، لا، فأنت حر. يبقى ما أنزلنا عليك القرآن لإيه؟ ولذلك قلنا زمان ان بعض الناس يقعدوا يمسكهم يقول لك رسول الله بيغلط وربنا بيصوب له، نقول له اولا ما دام هو بيغلط وربنا بيصوب له، طب وانت مالك بقى؟ انا بحسب انت اللي بتصوب له. ها؟ طب ومين اللي قال لك ان هو غلط وربنا صوب له؟ هو انا قال له. طب تحمدها له دي ولا تقول؟ طب انت كنت وياه بقى، طب ما كان يقدر يعني يداريها دي؟ طب ده دي دلت على قوة ايه؟ امانته في التبليغ. نعم، يقول له عفى الله عنك لما اذنت له، مع ان الحكم ما تغيرش ولا اي حاجة، انما هو اللي يقولها برضه. ليه؟ لان من اللي بيربيه؟ الله. هو في استنكاف ان ربنا يربيه؟ ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع حدا لهذا، فيقول انما انا بشر يرد علي يعني من الحق فاقول انا لست كاحدكم، ويؤخذ مني فأقول ما أنا إلا بشر مثلكم. هناك بقى يقول لك إيه، إزاي النبي يجي له ابن أم مكتوم ويعبس في وشه وربنا قاعد يعاتبه ويتكلم ويعبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتزكى، ويقعدوا يضخموا فيها قوي. نقول له طب نمسك بالعقل كده نفصص الحكاية دي. ابن أم مكتوم مؤمن وجاي يستفهم عن حاجة، إذن فالكلام معه ميسور وسهل ولا مش سهل؟ ودكهم عندهم لدد وعمالين يجادلهم وينزلوا ويطلعهم والنبي مفضل دول عنده، يبقى بيختار لنفسه المتعب ولا المريح؟ يبقى ربنا بيعاتب يقول له أنت ليه بتختار لنفسك المتعب دي؟ يبقى العتاب له ولا عليه؟ يبقى لصالحه. نعم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وإنما أنزلناه لتسعد وترحم وترحم غيرك. المهم ايه؟ ما دام الذي تشقى انزلته، يبقى اكنه يقول وما انزلته الا تذكره لمن يخشى. ما انزلنا عليك القران لتشقى، ما انزلت ليه يا ربي؟ تذكره، اي تذكيرا، تذكيرا لمن ايه؟ لمن يخشى. الخشيه ايه هي؟ خوف بمهابه، في خوف بغير مهابة، إنما الخشية خوف إيه؟ أنت تخشى هذا تخاف، إنما إيه؟ بمهابة. إلا تذكرة، أي إلا إيه؟ لا تذكيرا لمن إيه؟ من يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. تنزيلا يعني إنا أنزلناه إيه؟ تنزيلا، تنزيل مصدر. يعني احنا قلنا زمان ان الايات الكلام الخاص بنزول القران، مره اقول انزلنا ومره اقول نزلنا ومره اقول نزل به الروح الامين. ان انزلناه في ليله القدر، وما ادراك ليله القدر خير من الف شهر. ما قالش تنزل الملائكه، يبقى في انزلنا وفي نزل وفي تنزل وفي نزل، كل دي نقول لان القران اخذ ادوار، كان في اللوح المحفوظ، وأراد الله أن يباشر القرآن مهمته في الوجود فأنزله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا. يبقى من اللي أنزل؟ أنزله الله. وبعدين تيجي الحوادث فينزل الملك بالآيات على قدر هذه الحوادث، يبقى إيه؟
تنزل. وبعد ذلك اللي نزل بالآيات دي نزل به الروح الأمين، وبالحق أنزلناه وبالحق إيه؟ وبالحق نزل. يبقى كلها النزول الأول من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، وبعدين كل ما يتعلق بدي ينزل من السماء الدنيا على حسب مدار الإيه؟ البعثة كلها، كل حدثة تيجي ينزل منها جزء إيه؟ من الإيه؟ من القرآن. تنزيل من مين؟ قال لك ممن خلق الأرض والسماوات العلى. ايه وجه الاستدلال؟ ايه يعني من خلق الارض والسماوات العلى؟ الارض والسماوات دي مخلوقه لتستقبل الانسان، والشمس والقمر والنجوم والريح والمي، يعني قبل ما يخلق الانسان ايه اعد له الايه الكون، ولما اعد للكون جاء الانسان فطرأ على معد له. لما طرأ على معدله كان يجب عليه انه ساعة ما يشوف الاشياء دي يقول لك كلها افلاك لا قدرة لي عليها، يعني انا ما اقدرش اوصل للشمس عشان اولعها، ولا للنجوم عشان احطها كده وتجري ومش عارف ايه، ولا على الهواء عشان انفخ فيه وارتاح. ما كانش ممكن انك انت تبحث بعقلك مين اللي عمل الحاجات دي، كان لازم العقل يقف يقول مين اللي عمل لي الحاجات دي اللي انا ما اقدرش حتى اوصل لها ولا قدره لي عليها. كان يجب ان انا اعرف كده. يقول لك اذا كان الحق سبحانه وتعالى قد اعد لك الكون بما يقيم حياتك الماديه، ايترك حياتك المعنويه بدون عطاء؟ يسيبك بقى تربع كده اكنه اداك الاقوات واداك الكون ده كله مسخر لك تتنفس الهواء، وادها ايه؟ اعطاها بهندسه قيوميه، هندسه عادله، هندسه حكيمه. قال لك انا مدتي عشان الايه الكون يستقبل الخليفه الجديد، الخليفه الجديد ده عايز مقومات حياه وعايز استبقاء ايه حياه، انا اعمل له كل الاشياء اللي هو يعوزها. استبقاء الحياه عايز اكل وشرب، واستبقاء النوع عايز ازواج يتناسلوا عشان يجي نسل يجي بعد نسل. يبقى انا عايزين استبقاء ايه؟ استبقاء حياه واستبقاء ايه؟ واستبقاء نوع. طب استبقاء الحياه عايز القوت، والقوت دي احنا نعرفه ان هو طعام وشراب وهواء. الانسان منا يقدر يصبر عن اي واحد من هذه الاشياء قد ايه؟ يصبروا على الطعام، انا باكل 3 مرات في اليوم، وناس تاكل مرتين وناس تاكل مره، مش كده؟ وما اكلت الشهر يمشي ولا ما يمشي؟ طب والميه بس تقل شويه من 3 ايام ليه؟ ل10. الله. طب والهواء ولا لحظه، يا دوب شهيق وزفير. ام قال لك ولذلك من رحمتي انني أمكن أن يملك إنسان قوتك وأقل منه أنه يملك ماءك، ولكن لا يملك أحد هواءك أبدا، أنه مش مأمون عليك قبل ما يرضى عليك تكون مت. إنما في المية يمكن قلبه يحن عليك، يمكن حد يعطف، يمكن تحتال أنت، يمكن تعمل مش عارف إيه. وأنا من حكمتي أنني خلقت جسمك ليستقبل مقوماته فترة من الزمن تتسع للحيلة أو للعطف من الغير. فأنت تاكل، والأكل ده اللي تعوزه طاقتك استنفذ، واللي ما تعوزوش نخزنه لك، يبقى شوية دهن وشوية مش عارف إيه. وبعدين بقى لما ما تلاقيش أكل تقوم المخزن بتاعك يدي لك الأول، تاخد شوية دهن. طب خلص الدهن تاخد شوية لحم، طب خلص اللحم تبقى دي العظام تديك، يبقى آخر مخزن إيه؟ العظم. ولذلك شوف ربنا لما قال على سيدنا زكريا قال ايه؟ اني وهن العظم مني، يعني اخر مخزن، اخر مخزن. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى. ومن العجيب ان الماده اللي يعزلها ربنا من طعام الزائد عشان تتكون في جسمي بما يسمى الدهنيات، حين يحتاج الجسم لها تتحول كيماويا ذاتيا الى اي عنصر تريده. عايز حديد تبقى حديد، عايز زنيق تبقى زنيق، عايز هواء اكسجين تديه،
مين يقدر على دي بقى؟ وهي مادة واحدة الله. يبقى إذا ربنا إذا كان خلق السماء وخلق لك الأرض عشان مقومات إيه؟ مقومات مادتك، يبقى مقومات مادتك يديك دي ولا يديكش مقومات معنوياتك؟ يسيبك بقى كده تغش ويسيبك تسرق ويسيبك إيه؟ ويسيبك ترتشي ويسيبك تشرب، لا لازم يعمل لك بقى إيه؟ مقومات معانش، مقومات المعاني اللي احنا كنا زمان قلنا عليها ان ربنا عمل للناس نورين اتنين اللي هي بيقول فيها نور على نور، الله نور السماوات والارض يعني منورهما بالايه الكواكب دي كلها الله. ليه؟ ام قال لك علشان مادية الانسان ما تصطدمش بالاشياء، لانك لو اصطدمت باقوى منك حطمك الاقوى، ولو اصطدمت بأقل منك حطمته. يبقى لازم فيه ضوء عشان تقدر تتفادى الأشياء. انت نايم بالليل كده وقمت عشان تروح دورة المية ومفيش نور، يمكن تصطدم بدولاب ضخم كده يروح معورك، يمكن توقع الكوباية ولا الطقطوقة ولا المش عارف الايه انت. يبقى ان اصطدمت بأقل منك تحطمه، وان اصطدمت بأكبر منك ايه اللي يعصمني من الحكاية دي بقى؟ النور. اذا النور جاي عشان بتاع الشمس والقمر ده للماده. طب والقيم بقى اين هي؟ ام قال لك يبقى يعوز نور على نور. طب النور على نور دي ايه؟ يهدي الله لنوره ايه ما يشاء. وبعدين قال في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يبقى ده اللي هيجيب لك النور الايه. ولذلك يجي يقول لك زي ما جبت لك نور كده عشان يهديك في الماديات، انا عملت لك ايه؟ لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، نور وكتاب مبين. يبقى ده يبين دي وده ايه وده يبين دي. يبقى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات، لان خلق السماوات والارض دي ضمن لي مقومات ايه حياتي الماديه، يبقى لازم يضمن لي مقومات ايه حياتي المعنويه الروحيه. يبقى القران عايش جاي عشان يكمل ايه يكمل المقومات الإنسانية للخليفة في الأرض. ولذلك هناك كان ناس يسألهم يقول لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن الأول، خلق الإنسان علمه البيان. يقول لك الله بقى الرحمن علم القرآن يجي قبل خلق الإنسان؟ قل له إيه؟ لأن القرآن ده قانون الصيانة، قبل ما يعمل الصانع الآلة بيعمل قانون صيانته، يقول دي تروح كده ودي تتعلق على فولت كذا واوعى تعملها على كذا وحطها كذا. يبقى اذا قبل ما يخلق الانسان يعمل له ايه؟ قانون الصيانه بتاعته، افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى ما دام خلق السماء والارض للماده يبقى لازم يعمل نزل القران عشان ايه؟ عشان المعاني والايه؟ والقيم. تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات. السماوات العلا، العلا دي يعني جمع ايه؟ عليا، عليا. احنا عندنا لما يكون في مذكر وفي مؤنث يقول هذا قائم وهذه قائمة، لكن في افعل يقول هذا اكبر وهذه، ما اقولش اكبرة، ما اجيبش التأنيس، هذا اكبر وتلك ايه كبرى، اجمع كبرى بقى تبقى ايه كبر، انها لاحدى الايه لاحدى الكبر، كبر يعني جمع ايه كبرى. يبقى ايه عليا جمعها ايه علا، زي كبرى جمعها ايه كبر. من خلق الارض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. يا سلام بقى ايه، نزل القران ونزل من اللي خلق السماء والارض هو اللي نزله عشان تكتمل مقومات تكوين التكوين العالي للخليفة في الأرض. والتكوين العالي دي الصفة البارزة في إنشاء الرحمنية، الرحمن. ولما يقول الرحمن على العرش استوى ادت غلبة وقهر في الأولانية، ادت عطف ورحمة لأنه خلق لك الأرض والسماء والمش عارف إيه ونزل لك القرآن تبقى دي رحمانية. الرحمن على العرش استوى. طبعا احنا قلنا زمان ان كلمة الكلمات المتشابهة اللي فيها اشياء تتعلق بصفات الحق سبحانه وتعالى
كل صفة توجد في البشر ولها نظير في أسماء الله أو صفاته تؤخذ في إطار ليس كمثله شيء. يعني أنت موجود والله موجود، أو وجودك كوجوده، أنت تسمع والله يسمع، لكن أسمعك كسمعه؟ يبقى إذن كل صفة توجد في البشر ويوجد مثلها موصوف من صفات الله خذها في إطار إيه؟ ليس كمثله شيء. هو سميع سمعا خاص به، زي ما له وجود خاص به، مش زي وجوده. أنت حي الآن وهو حي، أحياتك كحياته؟ يبقى إذن لما نقول كده يبقى الاستوى بتاعه غير الاستوى بتاعك. ما تفهمش الاستوى إنه يجي ويقعد كده على كرسي، ولا إنما الرحمن على العرش استوى. نشوف كلمة العرش في عرف العرب إيه هي؟ ما هي العرش؟ هي سرير الملك، السرير اللي الملك. وهل يجلس الملك على السرير عشان يباشر أمر تدبير المملكة إلا بعد ما يستتب له الأمر؟ كذلك خلق السماء والأرض وعمل كذا ونزل القرآن، يبقى الإيه؟ الأمور ستبت، يبقى عايزة إدارة هذا الإيه؟ الكون. تيجي صفة القيومية، مش خلق الأشياء وسابها تعمل ميكانيكي كده وانعزل عنها، لا، لا يزال قيوما، لا يزال قيوم. ولذلك بيقول يا عبادي أنام ملء جفونكم لأنني ما بنامش وأنا قيوم، يعني مش الحاجات خرجت من إيدي، يعني ملينا المنبه وخلاص، لا، أقدر أعطله. ولذلك جاءت المعكزات لتعطيل نواميس الايه؟ نواميس الكون. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. الثرى هو التراب، يبقى مبلل شويه كده زي المسبخ. كلمه وما تحت الثرى دي كان يجب من اول ما نزل القران ان يتنبه الناس إلى أن تحت التراب أشياء يمتن الله بملكيتها. أنه يقول له ما في السماوات، طيب، وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. يمتن الله بملكية إلا الشيء النفيس. وقد بينت الأيام بالاكتشافات والحفريات إن كل العالم بيرتقي يلاقي الإيه؟ يلاقي كل ده مطمور في الأرض. عايز يعمل جرانيت يلاقيه في الجبل، عايز يجيب منجنيز يلاقيه مش عارف ايه، عايز ايه يفحط في الماء، عايز بترول يطلع البترول. يبقى ده كله تحت الثرى ولا لا؟ فكأن تحت الثرى اشياء مطموره. كانت الايه توجب على الناس ان يتنبهوا الى ان في باطن الارض اشياء ايه؟ نفيسه. يعتز الله بانه يقول دي ملكي، هي لي، وما دام وجبها كده السماوات والارض وما بينهما وما تحت الثرى على حسب ذلك. ولذلك العلماء لما حبوا يبينوا هذه المسائل قال لك الارض دي اللي انت شايفها دي هنعملها زي البطيخه تجاوزا، وان كانت زي البطيخه قوي يعني. هب ان واحد جاب شقه البطيخه دي تشقيق بحيث ياخد حته من محيطها عند القشر الاخضر وينزل للمركز، تطلع زي الهرم كده، مش كده تطلع زي الهرم؟ لو جبت اي قطعة من الارض بهذا الشكل وقارنت ما فيها من اثار ومطلوبات للحياة لوجدت ان كل قطاع يساوي القطاع الاخر. بمعنى ان الارض دي فيها زرع، خد قطاع من الزرع كده قصبة بس ونزلها كده وشوفها اعطت قد ايه، وتعالى في الصحراء وخد قطاع قدها وشوف هتعطي قد ايه، تقوم تجد ان دي هي ايه بس دي من عمل وقتها. وكل شيء عنده بمقدار، وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر ايه معلوم. بس ساعه ما يجي القدر يعني ان شاء الله. له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الجهر هو أن تسمع غيرك، والسر أن تسر إلى أذن إنسان بما لا يسمعه الثاني اللي جالس. وأخفى يبقى عندنا كم مرحلة للصوت؟
جهر وسر وأخفى من السر. طيب الجهر انك انت تكتب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.